من للعراقيين غير السوريين في ظل إجرام لا يفرق بين كبير أو صغير ويضرب أطنابه في سوريا والعراق تحت مسمى مكافحة الإرهاب؟ استقبلت مخيمات أطما 50 عائلة مهجرة من مدينتي الموصل وصلاح الدين، عائلات هجرت العراق مع انطلاق المعركة التي أعلنها الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشيعية، ورحلة أغرب من الخيال وطرق ومخاطر سلكتها هذه العائلات حتى وصلوا إلى أقصى الشمال السوري، ناهيك عن مهربي البشر الذين وجدوا من هذه العائلات لقمة سهلة في استغلال ظروفهم من أجل مكاسبهم المادية. جت الميليشيات على الموصل، انهزمنا عرقة، من الرقة طلعنا بهم بها دواعش، طلعنا انه بتهريب، تهريب من الرقة، طلعنا تهريب المنطقة العزاز بالبساتين وبسيارات حمل حطونا فوقنا حطاب، يلا طلعنا وكل واحد اخذوا منا تقريبا كذا مبلغ، يلا عبرنا بالتهريب، اي فلوس هي اخذوا من عندنا كل واحد تقريبا سبع ثمان ورقات، يلا عبرنا. من جينا العزاز بقينا اسبوع بعزاز، عبرنا همينا جينا لسرمدة، من سرمدة جينا هنا. ممارسات إجرامية تمارسها ميليشيات الحشد الشيعية، فأم محمد قتل زوجها أمام عينيها وتشرد أطفالها، ففقدت المعيل لها ووجدت من الهرب أفضل وسيلة للمحافظة على أسرتها المتبقية. أول ما طبوا علينا الحشد الشعبي والشيعة دمروا بيوتنا، أخذوا أموالنا، أخذوا حلالنا، علقوا سياراتنا، علقوا بيوتنا، بيوتنا للقع وقعوها، إحنا انقصفنا، صار القصف علينا كثيف حيل من الطيارات، من الراجمات، من الدبابات، كلها قامت تضرب على المناطق. أنا من الذي زوجي مقتل وقتلت هي الميليشيات، أطلع عليهم إن شاء الله ما أقول أكثر. أم محمد وأم خالد وغيرهم الكثير من هذه النسوة جمعهم مكان واحد بقصصهم المختلفة والتي تخفي الألم والحزن في خباياها. سياسة التهجير التي اتبعها النظام السوري انتقلت إلى حليفه النظام العراقي وميليشيات الحشد الشيعي، فمخيمات أطما التي كانت معدة لاستقبال العوائل المهجرة من جميع المحافظات السورية أصبحت اليوم تستقبل المهجرين من الموصل وصلاح الدين، فهل يا ترى أصبحت إدلب أرض المحشر في ظل التخاذل الصريح من المجتمع الدولي؟ على العمر قناة دار لما الفضائية، مخيمات أطما.